جسم الإنسان بطبيعة الحال هو بيعشق الطعام بشكل كتير كبير ويعمل على إعطاء الجسم القوة والصلابة والمتانة، ولكن هناك مشكلة قد تواجه أي جسم وهي مشكلة سوء الامتصاص، والمعروفة أيضا بعدم قدرة الجسم على الاستفادة من أي نوع من الأطعمة يلي بيحتاجها الجسم، وهون بتصير المشكلة الحقيقية. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع وشو هو سوء الامتصاص، يتفسر لنا هذا الموضوع أكثر، بس أنا رحب بالدكتورة ثواب الغبرة أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، اشتقنا لك. وأنا كمان. أهلا وسهلا. بعد الصيفية ظريفة هلا على المدارس صرنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة مرة ثانية، وخلينا بالبداية لنعرف شو هو سوء الامتصاص. هلا سوء الامتصاص هو شوي تعطل وظيفي لخلايا الطبقة الداخلية لأنبوب الهاضم، جزئي احيانا بيكون او كلي. نعم. يعني حتى هلا بيفكروا انه سوء الامتصاص ممكن يكون مرض وظيفي، ممكن اي انسان مثلا تعرض لفتره معينه انه انقطع عن جسمه الاكل، بعدين فات الاكل على جسمه مباشره بيلاقي الامعاء الدقيقه صار فيها تشوك، يعني انسان واحد معلق سيرون صار له فتره معينه ببلشوا له تدريجيا، يعني الاكل بالتدريج، واحد صار له صايم لا سمح الله صيام بسبب شيء معين عندي اياه ويجي فورا على الاكل، كمان بيعاني بفتره اسمها سوء الامتصاص لبين ما ترجع امعاءه وتشتغل. نعم. والسبب الاساسي هو اللي نحن بنحكي عليه هو السبب المناعي، لانه احيانا كثير بيكون اي توتر او تهيج مناعي بتصير الكريات البيضاء بتهاجم الخلايا الزهريه بالانبوب الهاضم، بتبلش بقى عندنا مشاكل انه المصاصات تبع الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، حتى لانه كان بيكون في عندنا كمان نسبه امتصاص بالامعاء الدقيقه بالغليظه، بيكون تعطل وظيفتها لانه هي دابت الخمله الداخليه للامعاء. نعم. بس مين بيكون سببها؟ الكريات البيضاء بسبب خلل توازن بالجهاز المناعي. نعم دكتورة، خلينا نحكي في اعراض بتظهر على الاطفال خاصه بتنبه الاهل انه في سوء امتصاص عند هالطفل ولا طبعا. لا اول عرض هو الخروج بيكون غير مهضوم غير متجانس، يعني بتلاقي الام الاكل مثل ما هو مثلا اكل على المستر، بتلاقي مثل ما هو الاكل عم ينزل بالخروج، ما بتحس انه في شيء متجانس بالخروج، هي اول رقم. الرقم الثاني الذوبان الغير منطقي للجسم لانه ما عم يفتح شيء، يعني عم يؤدي وظائفه وبنفس الوقت الامداد الداخلي ما عم يتجاوز ال 10-20%. الشيء الثالث الالام الشديده اللي بمنطقه الانبوب الهاضم، الانزعاج من الاكل، عدم توازن الحركه الدوديه للامعاء، يعني الامعاء ما بتصدق امتى تصرف هذا الاكل لانه عم يهيج لحرب مناعيه داخله اول ما عم يفوت الاكل، فبتلاقي الاكل عقوبه بالنسبه لمريض الامتصاص سوء الامتصاص. احيانا بيكون الواحد مو حاسس على حاله، ما بيلاقي حاله الا عضلاته وعم دوب هيك بيعمل 100 تحليل وقصص وصير اخر شيء بيفكروا فيه انه مثلا نعمل هذا سوء الامتصاص، بيكون اكل 70 مره خبز ومعجنات ومعكرونه وعم بيعمل حرب عالميه بامعائه. نعم اكيد. اذا بنحكي عن المشكلات اللي ممكن تظهر لبعدين مع سوء الامتصاص، شو هي المشاكل اللي بتظهر معه؟ هلا هو كثير مشاكل، لانه تصوري جهاز مثلا عندك يا عم طالبيه يشتغل وقود طاقي ما عم يفوت على جسمه، اول شيء تآكل البنيه الهيكليه بجسمه، فيتامين د ما عم يفوت، احماض امينه ما عم تفوت، فيتاميناته ما عم تفوت، بتلاقي بلش حتى شعره يرق، حتى بشرته عندك اياها ترق وتحس انه مناعتها صارت كثير قليله، العظم بينزل كثافته، يعني المفاصل بتنشف سوائلها، فبتلاقي مريض سوء الامتصاص ممكن يتعرض لاي مرض بعده عندك اياها بالنسبه لك، لانه هو صارت تغذيه اي عضو كان صارت سيئه. والنقطه الثانيه بيطلع انه مشكله هذا المرض انه انا عم باكل، طيب وين الخلل؟ ما بيعرف انه اللي عم يفوت عم يطلع فورا، هذا هو، وبعدين ما عم يعرف شو اللي ناقصه شو اللي زايده غير عالم التحاليل، وعالم التحاليل ما له سهل. تمام. طيب دكتوره، بس خلينا نعرف شو هو الاسلوب الخاطئ يلي بيؤدي لسوء الامتصاص بالجسم عند الاطفال حصرا، يعني في انواع تغذيه خاطئه، سلوك خاطئ، شيء بتؤدي الى سوء الامتصاص ولا لا؟ هي بالنسبه هيك
التفاعل لا، هي امراض مناعيه، قد يجوز يكون عندك اياها استعداد الوراثي للطفل هو اللي مؤدي له انه يصير سوء امتصاص، لكن في شيء بيهيج المناعه، يعني في اسباب، ما في شيء بيجي من لا شيء، بس اجمالا بيكون هذا الولد عنده قابليه ليصير سوء الامتصاص، وصاير عنده عم ياكل سليلاك وقصص وما منتبهين، عم يعاملوه بالطفل مثل اي طفل ثاني وما بيعرف لازم يعبر. أيوة. لكن كل ما كانت الام شديده الملاحظه ومراقبه ابنها بتبين معها فورا انه هذا الطفل ما مو نموه سليم مثل اخواته، فالفكره هي بدها تنبه دكتور مراجعه الطبيب الاطفال بكل فتره وفتره يفحص له نموه، اذا تراجع ليش هذا الولد تراجع، ممكن شيء انه نحن عندنا مشكله بالشرق الاوسط، ابني ما عم ياكل بدي احشي له اكل خصبا عن راسه، هلا انا مثلا شغله مجروحه بايدي ما بقدر اقطع عليها امسك سكينه واقطع مع فيها، فهون وقت بكون عندي مشاكل تقرحيه ومشاكل هالقصص وعم فوت كميات واجباري عندي انا اول ابتين ثلاثه بقفل، فما بدي يكون قصريه مع جهاز الهضمي بقصر ادخال الماكولات. شيء ثاني في كثير هلا حاليا بدنا نقول حل المشكله هي، يعني المشكله هي عندك اياها بتتراوح بدرجاتها والكل بيفكر انه هو مرض مزمن بده يتعامل معه الطفل مثلا او البالغ بحميه اسمها حميه الجلوتين. هلا نحن بنقول هي حميه الامتناع فقط ممكن تكون عند وقت بصير الشفاء، ما عاد انا بحاجه لها، لانه رب العالمين خالق لي الجهاز الهضمي يطحن الصخر. يعني اذا ضل بدي ضل طول عمري على حميه امتناع مشكله، انا مو يعني اني انا نكتر اساسا الجلوتين، الانسان السوي ولا الانسان الصحيح لازم يمنعه من حياته، لانه هذا مرض عندك مثير للجدل للجهاز المناعي، اذا كان جهازي المناعي سوي بيعرف يتعامل معه صح، بس اذا كان مضطرب الجهاز المناعي ممكن يخربط بينه وبين اي جرثومه ثانيه، فيفرز كميات عاليه جدا من اللمفاويات بتقدر تاكل كل شيء داخل امعائي مع الجدار الداخلي للامعاء. هلا في كثير من الاشخاص بيقولوا انه سوء الامتصاص هو مدى الحياه وما له علاج. وهذا الشيء الخاطئ، هذا اللي جايين نحكي على السريع شو ممكن نحن نعمل شغلات بسيطة عندي إياها. أول شيء حمية الامتناع، بدنا نعرف إنه ذاكرة الخلايا المناعية عندي إياها بتتجاوز بين 6 شهور للسنة، يعني إذا صبر الإنسان على حاله بحمية صارمة عندي إياها ضد منتجات القمح والبلوتين مشتقات الكازيين العالي مثل الحليب اللي هو هلا الحليب عندنا يا حليب الأبقار كثير كله مضادات حيوية وهالقصص هي، وعنده اساسا في سكر اللاكتوز هذا كمان بيهيج المناعه. الفكره الاساسيه صبر شوي مريض سوء الامتصاص على حاله بيرجع يقدر ينمم الخلايا الجذعيه بخملته. الفكره بهي حميه الامتناع ادى للانبوب الهاضم قدره انه يرجع يعاود يشكل خلايا جديده، فوقت ما بيفوت الجلوتين وما في هيجان مناعي مثل كيف بدي اقول انا مثلا تركت هالاوضه شوي ما عاد حطيت هلا عندي اوضه ضيوف بدي صلحها ما بعزم ضيوفي عليها، فما بخلي شيء يهجم عليها، يعني عرفتي كمان لبين ما انا رمم هالاوضه هاي، فانا هاي بخليها هالخلايا هاي تتنمو وعلى اساسها بصير صار عندي ذغابه سميكه. طب هلا انا بدي نبه جهاز المناعي انه هي وقت بتفوت ما بدي فوران، اسمه الانتظام المناعي. هون بقى بنصير مرحله الغذاء نفوت على الجسم شغلات منظمات للمناعه مثل ماده البان الذكر جير الصبار، هي الامور هي كلياتها تنظم المناعه، يعني مواد اللي فيها السيلينيوم، مواد هي مضادات الاكسده، بيصير الجهاز المناعي بيعرف انه انا ما في بحاجه اني اعمل ثوره داخليه داخل جهاز الهضمي اذا دخلت الماده. الخوف دكتوره اللي بيكون عند الامهات لما بيصير سوء الامتصاص مع الاطفال بعمر صغير اللي ما بيعرفوا بسكوته من هي، لانه هي عن جد ونحن عم نعد الطفل هلا هو بمرحله نمو، يعني صح. الخوف انه ياثر على نموه لبعدين، هي دائما السؤال، هذا الشيء فعلا ممكن ياثر على الطفل لبعدين؟ طبعا، مخزون فيتامين د عم يتاثر، مخزون المواد الاوليه للجروس هرمون هرمونات الجسم كلها عم تتأثر طبعا، لذلك ليش تنقول الأم لازم تكون شديدة الملاحظة بهيك سن. دكتور الأطفال اللي عم يتابع مفروض الطفل يتعرض لو كل 6 شهور حتى لو ما صار عنده مرض إنه يشوف متابعة النمو عن طبيب صح. الفكرة اللي بدي أرجع أحكي عليها إنه أنا بدل ما خلصت أنا عملية الترميم وهالقصص هاي وبلشت أنا نظم الجهاز المناعي الولد ممكن يشفى. تمام. وأنا واثقة من هذا الحكي مو وبيعوض اللي خسره دكتور. طبعا إذا كان رجع امتصاصه للأمور السليمة وهالأمور هي كلياتها طبعا بيعوض وبيرمم له الخلايا الجذعية وبصير مثله مثل أي إنسان طبيعي، لكن الفكرة إذا كان عندي سوابق عندي ما كمان حتى لو طاب ولقى حاله إنه هيك مو ضروري يعرض
حاله كمان لكميات عاليه من انا معك هلا في ملاحظه حتى قلتيها انه انا شو بتصرف مع ولد يعني ممكن ياكل بسكوت من رفيقه وهالقصص هي. انا بقول اصعب حميتين على اخصائي التغذيه وعلى اي مريض هن حميه الكليه وحميه سوء الامتصاص. يعني هاي بدها تكون في وعي، يعني بدها تكون في وعي من انستو اللي تنبه الانسه انه لا تضيفوا بهالقصص هي، لانه هي بكون مثلا صار له حميه 5 شهور عم يعمل عليها بيجي رفيقه بيضيفوا اياها هي مو قصه كميه، يعني هي مو حميه كميه مجرد دخولها تذكر الخلايا المناعيه بالذاكره تبعها. فهي القصص هي كلياتها اذا تراعت هالملاحظات الدقيقه كلها الامور بتنفذ بسلام. طيب دكتوره اذا نحن يعني ما خلينا الولد يوصل لمرحلة نقص الفيتامينز اللي ذكرتيها، فينا نحن نعطيه أدوية؟ طبعا هلا حسب درجة سوء الامتصاص، حتى لو معه سوء امتصاص فينا نعطيه فيتامينات؟ فينا نعطيه هلا شو هلا حتى الانسان عامل عملية معدة مثلا او عامل هي وما عاد صار في امتصاص، في عمليات كلها بتحول لك المجرى، هي مثل ما بيقولوا مثل نفس نتيجة سوء الامتصاص، عم يقللوا امتصاص مواد معينة على حساب مواد. هي كثير عنا في شيء بالعلم التغذية اسمه التغذية الوريدية، يعني مريض سوء الامتصاص مو غلط انه مثلا طفل انه كل شهرين ينعطى ابرة فيتامين د حسب توصية تركيز الطبيب شو بيحط له تركيزها، مو غلط ابدا نشيك على فيتامين بي 12 بجسمه للولد، مو غلط ابدا نشيك على بعض الامور اللي بقدر انا فوتها وريديا، هي اول نقطة، لبين ما ترجع الامعاء الدقيقة تمتص. الشيء الثاني في بدائل، يعني هلا في عنا رب العالمين خلق لنا بدائل، في احيانا مواد انا عندي امتصاصها بتكون عندي يا زيرو، بس في مواد ثانيه امتصاصها احسن من مواد ثانيه. نرجع نراعي عمليه عدم التنافس، يعني في هلا مثلا نحن عندنا بغض النظر انسان عنده سوء امتصاص ولا لا، بفوتوا لي هالفيتامينات مع بعضها، دخول بجوز ما يكون عنده نقص فيه بالضبط، دخول عنصر عالي بالكالسيوم مع عنصر عالي بالزنك، نافسوا بعضهم لا فات هذا ولا فات هذا، لانه حتى هلا عم نعاني من سوء الامتصاص نحن كناس طبيعيين بسبب عالم الفوضى بادخال المكملات الغذائيه بجسمنا، بعدين نحن صار عندي يلا بنسفها حبه، ما بنفوت بنلاقي على علبه الدواء ذاتها 70 فيتامين و70 مينرالز معدن وما معدن وكلهم بيعملوا هدول تنافسيات مع بعضها، وعلى المدى البعيد بيكسل امتصاصي لها بالمصادر الطبيعيه، وانا ضد هلا انا جد نحن لازم نمشي على حرب على هي المكملات اللي عم تفوت بطعمه وبلا طعمه، لانه عم تنقص لي امتصاصي الطبيعي لاي مصدر طبيعي، وحتى رب العالمين خلق لي الامتصاص لكل شغله بوسط معين، يعني الفيتامين اللي بيدوب بالاوساط الدينيه غير الفيتامين اللي بيدوب بالاوساط المائيه، هذا بينافس هذا ما في عنا نحن بنفوتهم كلهم، يا الفكر اذا اخذنا حبه خلاص نحن قدينا حق جسمنا علينا، وانا ليش لساته عم يتساقط شعري، انا عم باخذ فيتامينات، انا عم باخذ، كل وحده الى وسطها وكل وحده الى عالمها، يعني انا ما فوت بهذا الموضوع وحتى ما شوش حالي وصير بعالم هذا بينافس هذا وهذا ما بخلص، الله خالق لي مصادر طبيعيه، يوم بيكون عندي عوز شديد بروح بقرا عن هذا العنصر اللي انا ناقصني، وانا بروح بعوضه بطريقه مريضيه بطريقه طبيعيه حسب ما يكون عندي اياه الموضوع، بس نحن حتى سوء الامتصاص اليوم عم نحكي عليه مو جاي بس للناس اللي هي الامراض المناعيه، صاير عنا من كتم واكلنا هو مصنع وميت، يعني صارت بس عامله اياها تخمر بالامعاء اكثر ما هو امتصاص صحيح بالامعاء. طيب دكتوره للناحيه الوقائيه شو بتشوفي الام لازم تعمل تحاليل دوريه للطفل اذا بدنا نقول كل 6 شهور او حتى تحاليل سنويه لتضمن يمكن سلامه صحه جسم الطفل؟ هلا كل زياره طبيبه اطفال وهي مثلا عندها مراجعه بعد 6 شهور بتقول له بتسال طبيبه قديش ابني لازم يطول بهالفتره حتى احس حالي انه هو طبيعي، قديش وزنه لازم يزيد بهالفتره حتى يكون طبيعي، عند دكتور الاطفال مؤشر طول وعنده هي بينبهها وبيوعيها على القصه، بتنتبه على خروجه، هي الوقائيات، لانه انا انتبه اول شهرين ثلاثه غير وقت بتكون فتنا محمي 4 سنين عم ياكل الولد سيليلاك وحليب وهيك، بعد 4 سنين لاكتشف انه سكون تدمرت الخلايا الداخليه بجدار الامعاء الدقيقه تبعه، فانا اللي بيقول عندك يا اول شيء الاستفسار يعني نقعد عند الدكتور نسال نقيم نحط، احيانا بيفرق معنا مريض عن مريض هو اللي بيعصرنا مخنا، يعني انه ما نقعد هيك متفرجين لانه هي مو مهنتي، عرفت كيف؟ لا لازم تثقف هذا ابنك هذا الامور، هي اول نقطه. النقطه الثانيه الوقائيه عندك اياها انه يكون في تشيك عند اياها لبعض المواد اللي هي الاساسيه مثل فيتامين د، هذا فيتامين د لازم يكون عند الطفل سوي لانه هو حيكون ياشر هذا الموضوع على نموه هالقصص هي.
مراقبة خروجه للطفل، إذا كان في شيء مو طبيعي عم يخرج بشكل معدة فارطة، إسهال مرة عد إمساك مرة، الخروج غير متوازن، فوراً على طبيبه يعني بدنا نعرف شو القصة. النقطة الثانية واللي أحلى شيء، لا نعود كثير أولادنا من الصغر على سكر وقمح، ما لها يعني. أنا في عندي مريضة أو أم بالأحرى ببلاد برا بيفهمون إنه إذا الولد لسه ما بيعرف طعمة السكر لا تفوتوا له السكر لبعد شيء تقريبا سنة ونص من عمره. تمنع عن ابنه نهائيا إحساسه تحفيز لحاسات بتحفز فيها انك انت لقيتي هذا المذاق حلو او هذا المذاق. هذا الولد اذا كبر للسنه ونص ولسه ما بيعرف، نحن فورا نحن بنحط له سكر وما بنصدق امتى العسل، والعسل ما لازم يفوت الا بعد سنتين من عمره، وشوكولاتات وسريلاكات وهالقصص هي نلاقيه بلع اول لقمه، يا خي خلصنا من هالقصه، هذا بحبه وهذا ما حبه، الشيء الطبيعي بزقه خلاص يلا ما عاد بدنا نروح على هي. منعود أولادنا على استزواء المواد السامة من صغرة، فبتصير حساساتها شديدة كتير إلها. أكيد. هذا ما إذا عدى السنة ونص وحساس الذوقي تبعه ما بيعرف السكر ولا شيء، حتى لو صادف السكر بعد فترة ما حيكون أبدا محبب لإله. أها بعد السنة. سنة وشوي يعني حتى وبلا بالمرة معلش. ما بيعرفه يعني. هلأ لو بتعرفي حليب الأم ماله محلى، ماله محلى اطلاقا. هو الطفل يبلش يشوف اي شيء محلى، امتى بصير بلش بقى يقلل من طلب حليب امه؟ لما بيعرف طعمه السكر. فهون بقى المشاكل بتبلش بقى المعجنات والحلويات والهي، بعدين بنلاقي ما عاد اكل شيء غير هدينك يعني. بعدين ما بصير معه سوء الامتصاص يعني. بتسر عنا قلب الكل. معلومات اليوم كثيره قدمتي لنا اياها دكتوره ثواب الغبره، نحن كثير بدنا نتشكرك وان شاء الله الله لا يقدر حدا. امين يا رب لك. ويسلم كل وحده اولادها باذن الله تعالى. اكيد. شكرا لك دكتوره. سهله حياتي.